تعالوا بقى نعمل ايه؟ العجينه بتاعت الكرواسون دي برضو عجينه سهله جدا ولذيذه وهتورق معاكم حلو قوي. ومكوناتها بقى بسيطه جدا، يعني عندي 3 كوبايات من الدقيق، هنحط عليهم معلقتين كبار لبن بودره، ممكن لا ممكن ربع كوبايه لبن عادي، ومعلقه سكر ومعلقه كبيره خميره وربع كوبايه من الزيت ورشه الملح. هحشيها ايه الكرواسون ده؟ انا هحشيه بالايه؟ بالجبنه قريش او اي جبنه وزيتون، جبنه وزيتون اي حاجه، اي حشوه انت عايزاها بقى. فتلات كوبايات دقيق، معلقه كبيره خميره، برجع المقادير معاكم اهو، معلقه كبيره سكر، رشه الملح، وربع كوبايه من الزيت، ونعجنهم كلها مع بعض. حلو الكلام. نحط شويه لبن بودره ونخلي حبه للوش، ونعجن بميه. عجينه طريه، العجينه طريه اهي، بقول لك اسهل حاجه بقى، اسهل حاجه. بصوا بقى عملنا كده اهو، خلاص طريه متماسكه عشان تورق معانا في الكرواسون اللي هنعمله. حلو، عجناها كده. تعالوا بقى نجيب الخمران، عجيني فيها شويه. هناخد بقى هنا العجينه الخمران، دي الحمد لله عملنا نسخه، الحمد لله. هناخد بقى كده اهو ونفردها دوريه، دوريه كبيره. مش مهم الشكل قوي، هنجيب بس شويه زيت شويه سمنه، اي ماده دهنيه، اي ماده دهنيه. مش عندي حاجه تانية غير ايه؟ غير 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 ناخد شويه زيت، مش مشكله. ما انا اهو مظبطاه، حتى كل صنيف فوق بعضها. لا 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 لسه ما اتحرقش، لسه. عايز اقول لك لما كنا مع استاذه منى ما عرفوش طلعوا لي غلطات من الحلقات. الحمد لله. ده عشان ربنا بيسترها معانا بس. هناخد معانا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده. حسب ما انت عايزه حجم الكرواسون ايه؟ بتقطعيه. بخليها تورق. اي مدد والله، عايزه تدهني زبده ادهني، عايزه تدهني دي خليها في النص كده ماشي. انا حتى جبنه قريش قلت اقل حاجه اجيبها لكم، وانتوا زي ما انتوا عايزين تحطوا جبنه، جبنه قريش، جبنه اسطنبولي، جبنه بتة، والله لو جبنه رومي، اي نوع جبنه. شويه زيتون، شويه بقى زيتون، شويه فلفل، اي حاجه، اي حاجه عايزين تحطوها انتوا براحتكم، خيار مخلل. وهنيجي بقى نبرم الكرواسون، نوزع كده واحنا بنعملها عشان القطمه يبقى فيها من الجبنه، ودي اهي كده 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 اهو كده ماشي اهو. وسيبيها تخمر تاني، مهمه قوي يا جماعه الحته دي، اسيبها تخمر تاني.